البطله نعمه سعيد معايا عبر الهاتف الان. مليون مبروك يا كابتن، مشرفانا ودايما رافع راسنا. الله يبارك في حضرتك يا كابتن. ايه الجمال ده وايه الروعه دي، ما شاء الله عليكي والله العظيم. النهارده فرحتي قلوبنا وخليتي رقبتنا في السماء. الحمد لله بدعويك والله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. احكي لي كده، وصلتي ازاي للمرحله العظيمه دي؟ واحده رايحه كده في يوم واحد تاخد اتنين ذهب، بسم الله الرحمن الرحيم كده يا جماعه. صباح الفل على اهلي واصحابي والناس اللي حواليا، انا رايحه اخد اتنين ذهب وراجعه. صورتك اهو وانت ماسكه العلم، حاجه تفرح. الحمد لله. حقيقه انا كنت جايه اعمل يعني باول محاوله ليا، هي اول محاوله ليا خطف وكلين، اعمل بيها دهب يعني وارفع على مصر. والحمد لله عملت كده بالفعل. انت وانت رايحه عارفه ان انت هتوصلي للمرحله دي؟ يعني اكيد طبعا امالك وطموحاتك انك تاخدي الذهب، بس انت عارفه وواثقه ولا كنت قلقانه؟ لا انا ما كنتش قلقانه، انا بس اللي كان وترني ان كان في دروب حصل معايا جوه، فهو ده اللي وترني، لكن ما كنتش قلقانه من حاجه، لان انا لسه جايه برضو من شهرين من بطوله العالم في اليونان، وكنت معايا فيها برضو مجلتين ذهب، فكان عادي يعني. الله، ايه الدروب اللي حصل وقلقك؟ هو بس يعني انا جوه اعصابي سابت مني مره واحده، لكن مفيش حاجه يعني، هو كان حاجه طبيه. اتوترتي يعني؟ فما كنتش عارفه يعني. لا هي مره واحده كده اعصابي سابت مني، لكن مش كنت خايفه، بس يعني حاجه طبيه حصلت لي جوه، فما عرفتش بقى ان انا اتكلم مع الناس. بس يعني مسكت في نفسي الحمد لله. الحمد لله عشان تجيب لنا ميداليتين ذهب. قولي كده، انا دايما بسال السؤال ده. بالظبط، كله كان حاطط امل فيه كبير اصلا. طبعا كانت حاجه موتراني برضه. بصي انا هقول لك حاجه، انا السؤال ده بكرره دايما على ابطالنا العظام اللي بيرفعوا علم مصر وبيسمعوا النشيد الوطني وهم شايلين الذهب. قولي لي اللحظه دي كده بتمثل لك ايه؟ عشان اللحظه دي المفروض كل شاب وشابه في مصر يعرفوا اهميتها. والله يعني اللحظه دي اصلا بتخليني انسى كل حاجه مريت بيها قبل كده. وبتخليني ابقى فرحانه جدا ان رفعت على مصر وما خيبتش لحد امله، ومكاننا وانتصار مصر يعني ان دايما تكون في القمه، فدي حاجه مفرحه جدا. نعم، انت عشان توصلي للمرحله بقى... طبعا اتفضلي كملي كملي. معاك مع حضرتك. طيب عشان توصلي للمرحله العظيمه دي، دي مرحله لازم الناس تفهم انها ما بتبقاش سهله، ما بتبقاش مفروشه بالورود، بيبقى فيها كميه صعوبات كتيره جدا. قولي لنا كده، قولي لنا ايه اللي حصل؟ لا انا من وانا في سنه سته وانا بلعب رفع اثقال، وحصل لي دروبات كتير برضه في الدراسه وبرا الدراسه، وكل ده كنت بحاول اتغلب عليها عشان خاطر اتمرن كويس، واصابات في اللعبه والحمد لله يعني عشان خاطر ابقى في مكان كويس. الدروبات دي من نوعيه ايه؟ ليها علاقه بالدراسه، ليها علاقه بحياتك الشخصيه، ليها علاقه بالتمرين؟ الدروبات دي بتبقى كل حاجه كل حاجه كل حاجه يعني مختلطه في بعض، وفي نفس الوقت الرياضه ما بتخلينيش اكون زي البني ادم يعني زي الشخص العادي. انا على طول في المعسكر، على طول مقفول عليا زي اللي بره بمعنى اصح. بتخشي على بطوله حلمان. دخلتي بطوله حلمان طبعا، دخلتي على السوشيال ميديا بعد الميداليتين وشفتي الناس بيحتفلوا بيكي ازاي ولا ما شفتيش؟ ايوه طبعا. فرح فرح انبسطت كتير. انا شايف الناس على تويتر. والله يعني انا بكون بحاول فعلا ان انا ارفع على مصر عشان ابسط الكل يعني، بالذات في دوره زي كده، فبكون متعمده يعني ان انا ما اخيش ظن حد. يا رب دايما والحمد لله. يا رب دايما يا نعمه بطله، ويا رب دايما ميداليات على طول، يا رب دايما مشرفانا ورافع راسنا للسماء، كل يوم نحتفل بيكي باذن الله. مليون مبروك يا رب. الف مبروك الف مبروك، فرحتينا ورفعت راسنا للسماء، وهي دي البطلة المصرية، النموذج المصري، البنت المصرية، البنت العظيمة، البنت اللي بتشيل جبال، بترفع النهاردة زيها زي أكبر بطل في مصر. كلهم أبطال بصراحة، كلهم أبطال.